إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم في برنامج حوار مع باحث. نواصل في هذه الحلقة ما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة حول الالتقاء بالمشروعات الفائزة في برنامج منافع لعام 2024، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الابتكار والإبداع وروح المنافسة ودعم المواهب العمانية الطموحة في مجال الموارد الوراثية الأحيائية، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين ورواد الأعمال في سلطنة عمان لطرح أفكارهم التجارية المبتكرة القائمة على التنوع الأحيائي، ومساعدتهم على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية حقيقية ترى النور وتترجم على أرض الواقع لمواجهة التحديات البيئية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين وبدعم من القطاع الخاص. في هذه الحلقة نقترب من مشروع بحثي يهدف إلى التحويل المتعمد لمخلفات الأسماك إلى مورد عالي القيمة، وهذا المورد عبارة عن مكملات مسحوق البروتين للناس والحياة المائية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا المشروع. سهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء البحثي الذي يجمعنا بكم حول المشروع أو الشركة الناشئة، التحويل المتعمد لمخلفات الأسماك إلى مورد عالي القيمة، وهذا المورد عبارة عن مكملات مسحوق البروتين للناس والحياة والبيئة. سنقترب أكثر من هذا المشروع من خلال لقائنا بمحمد بن مبارك المياحي، وهو الرئيس التنفيذي لهذه الشركة الناشئة. أهلا ومرحبا بك محمد معنا. أهلا وسهلا أستاذي، كيف الحال؟ عساكم طيبين. حياكم الله، سعيدون بهذا التواصل معك حول هذا المشروع البحثي الذي تحول إلى شركة ناشئة. في البداية محمد، ما المشكلة التي حاولتم أن توجدوا لها حلا من خلال ابتكاركم؟
بداية المشكلة هي في القطاع السمكي. طبعا يواجه العالم مشكلة بيئية بسبب ما تنتجه صناعة الأسماك من مخلفات مثل رؤوس الأسماك وذيولها وعظامها إلى آخره، ولسوء الحظ لا يتم استغلالها بالصورة المثالية، حيث يتم التخلص منه في كثير من الحالات بطرق تلحق الضرر بالبيئة، ويؤدي عدم استغلال هذا المورد إلى استمرار عدم كفاءة استغلال الموارد ويساهم في إثارة المخاوف البيئية. ممتاز. طيب الآن ما الهدف الذي تهدفون من خلاله إلى وجود هذه الشركة؟ طبعا الهدف من هذه هو حل هذه المشكلة وإنتاج منتج ذو قيمة غذائية عالية وقيمة سوقية عالية، وهو مكملات مسحوق البروتين، والهدف منه الاستخدام البشري. ويمكن حل هذه المشكلة المعقدة من خلال الابتكار والممارسات المستدامة التي تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري ورؤية عمان 2040. ممتاز. طيب الآن ما مواصفات هذه المخلفات من الأسماك وكيف توفرونها محمد؟ والله في عندنا في عمان في عندنا عدة موردين، منها تنمية أسماك عمان وكذلك أيضا الأسواق الأسماك المركزية. نعم. الآن الفكرة محمد، أي مخلفات أسماك من الممكن الاستفادة منها؟ نعم، معظم الأجزاء من الأسماك تحتوي على نسبة من البروتين. نعم. طيب يعني إذا كانت هذه المخلفات يعني مضى عليها وقت، أو أن هذه المخلفات يعني لا تحمل أو لم يتم تخزينها أو التخلص منها بطريقة سليمة وصحية، هل من الممكن استخدامها أيضا؟ هو يفضل أنه يكون استخدام هذه المخلفات دايركت على طول بعد ما يتم إنتاج هذه المخلفات. نعم. طبعا هذا فقط إجراءات احترازية لمنع نمو البكتيريا ولتجنب بعض الأضرار الممكنة أو اللي ممكن أنها تصير بسبب هذه المدة. نعم. طيب الآن يعني دعنا نتحدث عن الخطوات التي يتم من خلالها استغلال هذه المخلفات إلى منتجات تصلح لحياة الناس و أيضا للتربة والأرض والحياة، فما هي المراحل التي يمر بها ابتكاركم بدءا من العمل المختبري؟ والله بداية تم صياغة الفكرة لحد تحويلها إلى تجربة واستخلاص البروتين وتجربة عدة طرق، ومنها انتقلنا إلى التحليل والتصاريح والشهادات. احنا حاليا في هذه المرحلة احنا نحاول نثبت للناس أن هذا المنتج صالح للاستخدام وصديق للبيئة. كذلك في خطة مستقبلية وهي استقطاب الاستثمار وصنع أو إقامة المصنع التجريبي ومن ثم توصيله إلى السوق المحلي ولاحقا إلى السوق العالمي بإذن الله. نعم. طيب الآن في ما يتصل بالعمل المختبري، ما المراحل التي يمر بها هذا المنتج؟ يعني في ما هي الخطوات اللي تتم في المختبر تحديدا للتأكد من إمكانية تحويل هذه المخلفات إلى منتجات؟ طبعا هو يمر على عدة مراحل، بس احنا استخدمنا مرحلتين للاستخلاص عن طريق اللي هو الحمض والقاعدة. نعم. وكذلك عن طريق الإنزيمات، ووجدنا في بعض من الفروقات يعني عن طريق استخدام هذه الطريقتين، والحين يعني احنا نحاول نحلل وين هي الطريقة الأمثل لهذه الاستخلاص. نعم. ما الفرق اللي وجدتموه بين استخلاص البروتين باستخدام الحمض والقاعدة وباستخدام الأنزيمات، وش الفروقات؟ الفرق هو فقط جدا بسيط. في الحمض والقاعدة اختفت الرائحة تماما، فاحنا ما نحتاج إلى إقامة بعض اللي هو المعالجات عشان نزيل الرائحة. ففي استخدام الإنزيمات، طبعا الإنزيمات هي من مصادر حيوية وبيئية، فالمشكلة منها أنها ما انتزعت الرائحة بشكل تام، ولكن من بعدها احنا نعمل على إزالة الرائحة. فباستخدام الحمض والقاعدة كان الطريقة بشكل أفضل يعني. نعم. طيب ماذا عن القيمة السوقية للمنتج في حال دخوله إلى الأسواق إن شاء الله؟ والله المنتج له قيمة غذائية وقيمة سوقية عالية مثل ما ذكرت. طبعا مكملات البروتين في دراسة أجريت في 2022 قدرت حوالي 2.1
مليار دولار، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي ما يقارب 6.5% على السنوات القادمة. نعم. طيب الآن كيف وجدتم إمكانية التوجه إلى السوق تجاريا من خلال هذا المنتج؟ في طلب عليه محليا عالميا إقليميا محمد؟ حاليا احنا ما بدأنا في خطة التسويق، ولكن في عندنا خطة تسويق عالية. من المتوقع او احنا طموحين بإذن الله على انه يكون في اقبال كبير، لانه في عدة اسباب لشراء هذا المنتج. راح يكون الاول عالميا المستخلص من مخلفات الاسماك، وكذلك اول بروتين مصنع محليا عندنا في السلطنة، وهذا البروتين يعد الخيار الأمثل للذين يعانون من حساسية اللاكتوز، لأن المكملات الثانية اللي هي من مصل حليب معظمها تحتوي على نسبة من اللاكتوز. وكذلك منتجنا غني بعناصر غذائية مفيدة مثل الكالسيوم واليود مقارنة بالبروتين من مصل الحليب، ويحتوي كذلك على نسبة من الدهون المفيدة مثل أوميجا 3. نعم. طيب لماذا اخترتم الاختصار FPP؟ هو دلالة على فيش بروتين بودر، هذا هو بشكل مختصر يعني. نعم. طيب يعني هل من الممكن العمل على منتجات أخرى غير البروتين؟ أيوة، هو في مراحل المختبر احنا نحصل على ثلاثة أشياء: البروتين والأوميجا 3 اللي هو زيت السمك، وكذلك منتج آخر. احنا فقط ركزنا على هذه البروتين، ومن بعدها ممكن ان احنا نتوسع بعد إقامة المصنع التجريبي بإذن الله، ان احنا نتوسع الى ثلاثة افكار اساسية. العملية مجدية اقتصاديا يعني محمد؟ والله مجدية اقتصاديا، لان احنا نستخدم المصدر هو مخلفات، وهو يعني شيء مضر للبيئة، فاحنا نحل هذه المشكلة وبالتالي ننتج منتج اخر. ف من يعني الطموحات اللي احنا نسعى لها انه احنا نحصل دعم من الحكومة على اساس انه يتوفر هذا بشكل افضل يعني. نعم. كيف بيكون شكل المصنع، امكانياته؟ معنى ذلك انكم تحتاجون الى امكانيات فنية وآلية كبيرة. والله اكيد هذا الشيء ان احنا نحتاجه، ولكن احنا نسعى جاهدين على تحقيق هذا المصنع التجريبي، وحاليا ما في فكرة أساسية يعني. نعم. وين إقامة المكان وكيف الشكل وكذا، بس بإذن الله راح نتم على عمل هذا في الأيام القادمة. نعم. أنت بدأت الحديث محمد بأنكم فكرتم في هذا المنتج نتيجة وجود مشكلة بيئية بسبب ما تنتجه صناعة الأسماك من مخلفات. الآن كيف يتم التعامل حاليا مع مخلفات الأسماك، وكيف مستوى ضررها بالبيئة؟ والله حاليا في التخلص منها يتم على بشكل مؤقت فقط، إما أنها ترمى ويتم إلحاق الضرر بالبيئة، أو أن في بعض من الشركات ممكن أنها تكون يعني في شركات محلية تستخدمها اللي هو الأعلاف الحيوانية وإعادة تدويرها ليكون طعام للأسماك. نعم. طيب ماذا عن الخطة المالية وأيضا الإدارة المالية والاستدامة في شركتكم في حين الاتجاه نحو بناء المصنع إن شاء الله؟ احنا حسبنا حسبة فقط تقديرية وتوضيحية. نعم. اللي ممكن أنها تسهل الصورة لنا وللمستمع. طبعا تكلفة لهذا المصنع التجريبي قدرناها حوالي ما تتعدى اللي هو 12,000. تكاليف الأدوات والمحاليل الكيميائية مع النقل والشحن والجمارك قرابة 1,000 ريال، والتكلفة الإجمالية لإنتاج كيلو جرام واحد قدرناها حوالي 9 ريالات أماني. بهذا نقدر احنا نحصل على صافي ربح على ما يقارب 2,000 ريال أماني لمدة تقريبا لأول سنة فقط. نعم. كيف وجدتم فكرة وجود منافع، وماذا أتاح لكم من خطوات إيجابية إجرائية في مشروعكم؟ والله منافع قدمت لنا كثير وجزاهم الله خير، سهلوا لنا الطريق.
والحمد لله انه من بعدها فتحوا لنا افاق. فالحمد لله انه منافع كانت خطوه جدا ذكيه. نرجو لكم التوفيق وبإذن الله يتوج ابتكاركم بأن يكون على أرض الواقع محمد. جزاكم الله خير، أحسنتم بإذن الله. شكرا لمحمد بن مبارك المياحي، وكان الحديث معه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث في ابتكار فكرة تقوم على التحويل المتعمد لمخلفات الأسماك إلى مورد عالي القيمة عبارة عن مكملات مسحوق البروتين للناس والحياة المائية. شكرا لكم جميعا المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. يتجدد بكم اللقاء في حلقة أخرى الأسبوع القادم مع مشروع بحثي علمي آخر. إلى الملتقى. حوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.